مرحبا بهم الزبناء ديالنا والمتتبعين ديالنا. تنقول لكم كاين الجديد اليوم وكاين السلعه فيها بروموسيون زوينه عاوتاني، وان شاء الله نتمنى ننالوا الاعجاب ديالكم. مرحبا بكم. بالنسبه الكيسان الواعرين، اخر ما كاين عاوتاني في الكيسان هادو راه لي ميم، سي سون لي ميم، بحالهم بحال ديال الفلام يعني ميم كاليتي وميم فينيسيون، شي حاجه راه مزيانه. نوريكم يعني الطبعه ديالهم كما كنا كنقولوا لكم، راه فيهم بروميير شوا وفيهم ايضا دوزيام شوا. حنا كوم دابيتيد راه كنحاولوا ما امكن اننا نجيبوا لكم احسن ما كاين بارخص الاثمنه. هادو راه ديال الامارات، النقشه فيهم راه ما كتقشر ما والو، راه حرشه. يمكن لكم يعني تجيو تشوفوها، او راه كيف كندير انا دابا هنايا راه كتبان لكم كيفاش دايره. سر الله. هادو خويا بدر 250 درهم كلها، باش باعهم حنا درنا لهم 180 درهم، 3600 درهم. 3600 درهم. مرحبا دي عبد الواحد. يعني بحالهم بحال ديال الفلام. بحالهم بحال ديال الفلام، اللي هما هادو ديال الفلام. أيوة. ديال الفلام هما هادو، راه نفسهم غير هادو مختلفين في النقشة. فوالا. هذوك نقشه وهذو نقشه. هاد بالنسبه للناس اللي كانوا تيسولوا على الفلام بزاف، راه عاود رجع نوريهم الطبعه ديالو باش الناس يتاكدوا بلي راه لوريجينال، ماشي ديك العاديه، والنقشه راه ما كتقشر ما والو. 90 درهم 1800 درير اينوكس ديال طاليا، 6 لطاس ياك، 6 لطاس، 9 نمر 9. واخا سيدي مرحبا. المهم قلنا لكم كيسان السب 30 درهم، يعني 12 غتاخذهم ب 60 درهم، 12 كاس ب 60 درهم. مرحبا. شي حاجه زوينه وكاليتي. لي مينارك راه الصراحه الله يعمرها دار، لف الزاج، لف بزاف ديال الحوايج عندهم، معروفين زعما ماشي. تبارك الله على سي بدر، الله يبارك فيك. الميمون ديالنا ميمون. بالنسبه للمولينيت غتبقى لكم 200 درهم، الثمن ديال السبت والحد 200 درهم، 4000 ريال. 200 درهم؟ اه 4000 ريال. ناقص 10 درهم. نقصنا فيها 10 درهم. حتى الباك ديال السي عبد الواحد حتى هو راقي صراحه، هذا كيبغيو الناس بزاف كما كنقول لك. والله القسم حتى صحاب برا كيطيحوا على بحال هاد الصوانيات الصغيورين، كيبغيوهم بزاف ماشي شي شويه. داكشي اللي كاين الباك هذه راه غير السينية الصغيرة تدير 150 درهم وهازا 12 كاس وبرات. مرحبا. بالنسبة لهاد الكويسات الزوينين ديال الماء ديال العصير ديال المناضة تيديروا 60 درهم، 1200 درهم. شي حاجه مخدومه الصراحه. نطرطقوا بها البارود، هادي شحال هذا ما طرطقناش البارود. شحال فيه من كانون والثمن ديالو سعد الواحد؟ فيه جوج، الثمن ديالو غيبقى 180 درهم، 3600 درهم. 3600 درهم. مرحبا. شحال الخدمه راه كتبان، تخيل معايا غير إلا سمعت شي سعد الواحد قبل ما تركب والله يرضى عليك. تخيل معايا غير هاد البلاصة من هنايا كيفاش الخدمة ديالها، كيفاش دايرة. هادي ديك الحرشة ماشي ديك العادية، غير باش تعرفوا الفرق بيناتهم، بين هادي وبين الآخر. مية وثمانين درهم، 3600 درهم. شي حاجة زوينة الصراحة، وتيخدم فهمتي خدمة نقية، ما تيزرق داك، ما تيزرق الموال، حيت كاينين وحدين في الكيف. علاش؟ لحقتاش العافية ديالك وتخرج زرقاء، هذا ماشي ليمونية، ماشي قهوية ولا ليمونية. المهم الثمن ديالو قلنا 180 درهم، 3600 درهم. شي حاجة مخيرة ومجربة، ماشي مجربين الكليان. مرحبا دي سعد الواحد. كمل معايا في الكويسات. كاس ينسيك في كاس. كويسات جداد ديال الناس، جداد ديال الناس الأنيقين. مرحبا. هادو تما لي مينارك، هادو تما واعرين الصراحة، كاليتي زوينة ومعتبرين في الحطة. جا واعرين ديال الكابوتشينو. فوالا الله يرضي عليك، سوا الكابوتشينو سوا لي بطون سوا، راه بزاف المسائل اللي قدرتي تستعملوا ليه، وكيبان حتى في الشدة ديال اليد أو الحطة
كيبان راقي صراحة. هادو بحال اللي كنا دوزنا ديجا شحال هذا، ولكن هادو مع الفينيسيون ديالهم اللي كاين هنا في اليد شي حاجه ما نعاودو هضره. التحيه لخديجه بني عيش تبارك الله على خويا، التحيه من المملكه العربيه السعوديه، التحيه متبادله من المملكه المغربيه الشريفه، وتحيه لجميع الجاليه المقيمه بالخارج او بالخليج. كما كنقول لكم دائما، نتوما اللايف ديالكم هذا، المحل ديالكم، لا نتوما ولا الناس ديال المغرب قاطبه، مرحبا بكم فيما كنتم. سارعوا. الثمن ديالهم ثمن نفس الثمن، 30 درهم. 6 ب 30 درهم، 12 ب 60 درهم، 12 كاس ب 60 درهم. هادو راه كاليتي، والزاج ديالهم مفيني ماشي العاديين بالنسبه للناس. راه كاينين وحدين تيتباعوا غير عاديين، الزاج ديالهم مضبب ومخرمز كيف ما غنقول لكم، يعني ما مفينينش. هذا راه الزاج ديالهم صافي كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالهم قلنا 30 درهم، 12 كاس ب 60 درهم، 6 ب 30، 12 ب 60. اجي نخرجوا معاهم السلعه الزوينه اللي على برا. ايوا مرحبا، وريهم هاد الفنيقات، وريهم هاد الباكات ديال الكيسان. بالنسبه للفنيقات كما كتشوفوا معانا، راه هادو نيت اللي كنوريكم مره مره، راه كيتقادوا وكيعاودوا يرجعوا. هادو من اللي ماريين بين لارجونتي وبين الدوري، لارجونتي من التحت والدوري كيجي واحد السوينته هنايا راقيه، والشكل ديالها حتى هو راقي مع هاد الموتيف اللي كيكون كريستاليزي هنا في الوسط مع هاد التوشيه هادي. الله يلقى سامي، لا زوينين صراحه. نعم واش هاد يعني 3 بياس، 3 بياس، و سميتو الثمن ديالهم كيبقاو ب 450 درهم. فيها الصغيره والموين والكبيره، الصغيره والموين والكبيره، ثلاثه البياسات. اما بالنسبه للكيسان بالتبكير، فراه كما قلنا لكم خليناهم لكم 170 درهم، عوض 180 درهم 170 درهم، سواء ديال الفلام سواء هادو اللي فيهم الشجيره. هادي الفلام حتى هما نفس الثمن كما قلنا لكم، غير السبت والحد يعني في هذا الويكاند هذا 15 و16، نهار 15 ونهار 16، نهار 2 ان شاء الله تعالى غادي يرجعوا للثمنات ديالهم. جبتي لي اخويا هادوك، شكرا. اخطر جبانيه ديال الفلو، عاوتاني اخطر من الفلون ولا سلاديه، غادي تخبر تعتبر سلاديه. فوالا والله تحلات من الكرتونه ديالها. اخر ما كاين حنا صراحه، نوجدوا لكم الشعبان ورمضان. دابا غتشوفوا دائما السلعه بحال هكا، ديال لي سلاد، ديال لي فحوي، ديال بزاف ديال الحويجات. دائما اللي كنوصيو عليه اللي هو الكاليتي، كاليتي دائما طابع بلاكش على ظهرها، ما تبقاش فيها خبشه، خبشه وحده. لي ميلا فرنسا، جوج ديالها بروميان، ما كاينش ديفو، ما كاين والو. هذه راه تطيح حتى ترجع تراب. طيح اخويا نشوف. ما ناش بغينا عندها مسكين، شنو دارت لي؟ نضحكوك نضحكوك، ما هي راه اصلا غادي تطيحوك انت، تقدر تطيح، تقدر تطيح ما تهرس ما والو. هذاك الشيء علاش يعني، وكاليتي ديالها زوينه صراحه. المهم شي حاجه زوينه. هادو حتى هما جوج باكيات ب 60 درهم، يعني 12 زلافه بحال هادي. مرحبا. 12 زلافه جوج باكيات. مرحبا. هادو البالاج ديالهم جوج باكيات ب 60 درهم. جوج باكيات ب 60 درهم، وعندكم عاوتاني زلافه هادي. هادي راه تخدم الحريره، تخدم الحسوه، تخدم الصوبه، تخدم بزاف ديال الحوايج. سير الله. الثمن ديالها، الثمن ديالها غادي نديرو ليها 12 بياسه، يعني 18 بياسه ب 60 درهم. 18 بياسه ب 60 درهم، يعني ثلاثه من هاد الباكيات. ثلاثه الباكيات غادي نوريوكم الصغيره، هي حدانا. هادي راه الكبيره بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو الكبيره، تدير ثلاثه الباكيات ب 60 درهم، يعني 18 بياسه الصغيره ديالها. اييه زيد. هادي هانتو الريفيرونس ديال هادي بيبي 130. اها ها هي الثانية، هادي بيبي 100، يعني هادي صغيرة على الأخرى. مرحبا. هادي 4 الباكيات ب 1000 ريال، 4 ب 1000 ريال، يعني 24 الفرق بين هاديك وهادي. فوالا، هادي 4 الباكيات ب 1000 ريال، هادي 3 الباكيات ب 60 درهم. مرحبا دي 71. هادي لا هذيك جاتني شويه اوفال،
وعندها تويشي ديال من تحت الديره مقعره شي شويه. هذه هي نفس الثمن ديال الاخرى، اربعه الباكيات ب 1000 ريال. لحظه سرعه، اربعه الباكيات ب 1000 ريال يعني 24 بياس. 24 بياس. فوالا ملي كتقول اربعه الباكيات اكد لي حتى على الكونتيتي اللي كتكون داخل الباكيات باش الناس يقدروا يعرفوا شحال لا كونتيتي اللي غادي ياخذوا. كاس ديال السبوله اخر ما كاين صراحه، شي حاجه زوينه ديال فرنسا، فرنسا مطبوع. هادو جوج باكيات ب 1000 ريال. اسمح لي سعد، واحد جوج كومونتيرات هنايا عبد الرحيم الثقه قال لك خويا معاش كتحلوا في الصباح. معاش تنحلوا، تنحلوا المحل ديال البرنوسي مع 10 الصباح تيبقى حتى 10 الليل، 7 ايام على 7 ايام. بالنسبه ديال سيدي مومن تيبدا من 12 الصباح ل 9 الليل 6 ايام، ما عدا الجمعه اللي هو اليوم ما تنخدموش. مرحبا. الكومونتير اللي تابعوا ديال الاخت ماما الجنات، الله يعلم هاد السيده اللي كانت ربحات معنا في يلا كانت دابا شويه في المحل تقدات. ايه بصحتها وراحتها. المهم توصلات بالمساء ديالها، سول فيها الخير والرباح الله يحفظك. راه مسكينه بان لي الكومونتير ديالها هنا قالت لي كيبقى شي سول فيك خير والرباح اختي بارك الله فيك. بالنسبه المهم توصلات بالكراتوي ديالها. لا خداتها. صافي بصحتها وراحتها. بالنسبه للاخ زكريا بيدرو، تحيه السي عبدو وبدر الله يشافيك ويعافيك، احسن لايف مزيد من العمل والتألق. الله يكبر بك اخويا زكريا، الله يشافيك ويعافيك انت. سير اخويا سير على ادم. اوبريان قال لك قولوا لنا واش التوصيل بالمجان. خويا حنا التوصيل كيكون عند ناس مختصين به، يعني حنا خارج على المحل غير هو تحت المسؤوليه ديالنا، يعني كيجي ليفرور هنا كيهز السلعه فين ما كنتي كيوصلك، سواء داخل كازا سواء خارج كازا، غير هو كيكون كيتخلص. انا فاش كتعطيني لا كوموند ديالك كنقول لك شحال غادي يجيك في الثمن، هادشي اللي كاين. سير الله يدي سعد واحد. الهاشوار او الميكسور او الطراب العجيب اللي صراحة واعر وفي ثمن واعر بزاف، فيه هاشوار زائد ميكسور زائد طراب، والثمن ديالو 170 درهم. 170 درهم بالنسبة للناس اللي طالعين معنا اللايف، شفتوا الحضور ديالكم بالقليبات بليجيم بالبارطاج، طاقيو الناس باش كلشي يستافد من هاد العروض ديالنا. مرحبا دي سعد. المهم معاه زائد الكاس ديالو، هذا الكاس فيه العبارات يعني تقدر تخدمو بزاف ديال المسائل. شحال تقريبا يكون فيه العبارة هذا؟ فيه نص سرة. نص سرة. أييه. وهذا فيه 600 ملالة. 600 ملالة. الشوار ديالو فيه 600 ملالة. 175 درهم ياك؟ 170 درهم. 170 درهم كنا ناقصنا فيه 100 ريال الان. 170 درهم يعني 3400 ريال عوض 175 درهم. اجي لي الفريتوزات القالي. نبداو بهذه ديال الكرانيت اخويا. الكرانيت تدير 110 درهم يعني 2200 ريال. وذكر الناس بقانون اللي غيجي يتقدم المحل ديالنا. أيه. اللي غادي يربح معنا هاد الكراتوي يعني خاصك تقدا 500 درهم، توصل 500 درهم ديال التقاضيه تاخذ مع عندنا هاد البانيو العجيب. هادي اخويا ماشي مسابقه، اسمح لي نوضح للناس، هادي ماشي مسابقه وانما بروموسيون دايرينها محلات اواني عبد البرنوسي، اللي هي عباره على روميز او بروموسيون كما قلت لكم، اللي غادي يجي يتقدا 500 درهم غادي ياخذ هاد البانيو هذا غابا طابل كما كتشوفوا. الله اكبر. غابا طابل كما كتشوفوا، راه اون فوا كتورك عليه هكا كيتسد مع يدي غير بوحدي عاوني الله يرضي عليك. شفتوه كيولي على شكل كراده او على شكل بلاطو كما بغيتو ديروه ديروه. صراحه وكاليتي زوينه اللي فيه ماشي عادي، وسيليكونيز هذا ما داكش ديك الماركات العاديين، والثمن ديالو اللي غادي يبغي بوحدو راه متوفر ايضا. الثمن ديالو 30 درهم 600 ريال، وفيه غير هذا اللون هذا الابيض والكري. مرحبا دي سعد واحد سرعه. اما بالنسبه خالي خالي راه الكليان غالي عندي. مرحبا انا خويا. سير اخويا طرطق البارون عاوتاني. اخر ماكينه عاوتاني في الكاس ديال ريشه مول، الثمن غنديروا ليه 60 درهم ان شاء الله. هذا 60 درهم سامبل، وهذا حتى هو 60 درهم 1200 ريال ناس ديال السبت والحد. غادي تبرعوا، والفينيسيون راه ما نتذكروش عليها فينيسيون تبارك الله، يعني الكاس مرايه مرايه يعني ما فيهش خبشه باين يعني ماشي
بين الفينيسيون بين الفينيسيون اييه. وشنو فيه من تحت؟ مطبوع فرنسا. فرنسا يعني ماشي داك العادي. 60 درهم 1200 ريال، عندكم 12 كاس ديال الريشه ب 1200. الصراحه واعرين وفيهم مخدومين خدمه الصراحه تبارك الله نقيه، يعني ما فيهم لا ديفوات لا تعويجه، ما تبقى زايده فيه حتى شي حاجه. فينيسيون كوم دابيتي. بالنسبه للقريعات موليات 4 ب 1000 ريال، عندكم جوج شكالات، يعني تقدر تختار فيرزاتي وتقدر تخلط بيناتهم، يعني تاخذ جوج في الفيرزاتي وجوج في الريشه. ثلاثه اربعه البياسات ب 50 درهم يعني ب 1000 ريال. اللي بغى جوج نبيعوا ليه جوج، ما عندناش مشكل هنا. وبالنسبه لهذه راه ما كتحل لا ما والو، كتخوي يعني كيف تقلبها هكا تتخوي. شوف معايا خويا الله يرضى عليك، الكيسان ديال المناضة، الكيسان ديال المناضة سعد الواحد ديال لي مينارك ديال لاف، ديال لاف اخويا 35 درهم في السا. اييه السا ب 35 درهم كاين لي مينارك في هذا تيدير 1000 ريال السا. اييه بالنسبة للميزان راه 60 درهم. الصراحة أنا عجبني هذا الكاس هذا سعد الواحد، لحقيتهاش ثقيل وغليظ، وراه ديال الامارات هادو لي مينارك راه معروفه كما قلنا لكم، وتا لا كاليتي ديالو راه وازن شويه على الاخرين صراحه. بالنسبه للميزانات تما راه متوفرين ايضا عندنا، يعني ابتداء من 0 غرام حتى ل 5 كيلو كما كتشوفوا هنا، حتى ل 5000 غرام كيضرب الدوره، وفي اللوينات ديالو في الابيض وفي الاورانج. كاين عندنا حتى الباتور ديال بلاندو بلاندوتش في 7 فيتاسات ب 70 درهم. كاين عندنا ايضا باقيين هذيك العطريه على 6 اللي كدور حتى هي كاينه، كاينين القريعات ديال لاف اللي بالغطا ديالهم سيليكونيزي، باقي هذه الوريقه هذه، هذه الفراقه ورقه اللي كاينه هنايا، والفراقه الكبيره ديال الاناناسه، يعني جوج بياسات من هادو ب 1200 ريال. بغيتو باك واحد راه تقدروا تاخذوا ب 30 درهم ماشي مشكل، يقدر يتسابارا. والكاس ديال العالم بعد غياب طويل رجع، واخا في كونتيتي لا باس بها، يعني غير ارجونتي باش يعرفوا فوالا ارجونتي لكن. اما الدور راه ضروري صحاب الحسنات، صحاب البوفي لي زورغانيزاتور ديال لي فات وهذا، راه ضروري عرفوا المحل، عرفوا الثمن ديالهم في المحل عندنا كيفاش داير، هذاك الشيء علاش ضروري. سير اخويا عندكم سيرفيس ديال التواصل جديد عاوتاني، نزومي لهم على لا ديتاي، نزومي لهم على لا ديتاي باش يشوفوا الزواقه اللي فيه كي دايره. اسمح لي ندير لهم بحال هكا فوالا، نتمنى ان تكون الصوره ديالو واضحه. ومعاه 6 طبيصلات، 6 طبيصلات من هادو. اييه الثمن ديالو 1200 ريال. لا غلا على مسكين 1200. هادو الناس كنوجدوا الناس ديال السبت والحد. مرحبا السبت والحد راه تيتبرعوا معنا الناس في البروموسيون بالسلعه الزويونه والنقيه، 60 درهم 1200 ريال. 6 طبيصلات وواحد كبير فورت كاطو، هادو ديال الكاطو تفرق فيهم جوج زوين. سلام باقي شي وحده اخرى نجيو لهم ماشي مشكل. اييه 1400 ريال. كاين هاد البونبونيير ديال الفلون ديال بزاف ديال المسائل، الثمن ديالها 40 درهم 6 بياسات. كاين هاد السالاديير 30 درهم 1200 ريال، فالست زليفات وحده كبيره، هاد الفراقه العجيبه ديال الفاكهه تدير 50 درهم 1000 ريال. الطلاطوات مالين 4 ب 1100 ريال، مازال متواجدين عندنا، هادو 4 ب 1100. راه فيهم لوينات وشكيلات وموديلات سيتادير فيهم الاوفال وفيهم هاد الاوفال ديال الطويل المربع، اللوينات ديالهم دو كيبان. بالنسبه للفريتوز ما كملناش مع الفريتوز، بالنسبه حنا وصلوا للسيراميك والجرانيت عاوتاني. الثمن ديالها السيراميك 80 درهم، في اللوينات ديالها كاملين، الجرانيت تدير 110 دراهم في جوج لوينات. جوج لوينات بالنسبه للبوناميك الجرانيت على ثلاثه 260 درهم، وكاين في هذا الموديل فيها هاد اللوينات الثمن 260 درهم. مرحبا دي سعد الواحد. بالنسبة لهاد الطباس اللي دوزنا البارح ديال الفران، هادو ديال الفران 3 ب 60 درهم. 3 ب 60 درهم
الكاس ديال لي تريتور ديال المناسبات ديال الناس اللي تيبغيو يزوقوا الطابلي ديالهم تكون راقيه وتكون بريستيج تكون زويونه. الثمن ديالهم 3 ب 40 درهم. راه عاودوا رجعوا مرحبا. بالنسبه للفاز اللي الثمن ديالو 35 درهم 700 ريال سطح كيكون بلا يعني اثنين في واحد وتقدروا ولا ثلاثه في واحد سوا ديروه بحال هكا سوا ديروه بانيو سوا ديروه باش تغسلوا به وراه فيه حتى ديك القرقره كما قلنا لكم البارح. مرحبا بكم الكادو اللي درناه راه مزال ما يمكنش نسميو كادو انما نقدر نقولوا على بروموسيون بروموسيون يعني بروموسيون الناس اللي غادي ياخذوا معانا 10000 ريال ديال السلعه فما فوق شنو ياخذ السعد الواحد غادي يربحوا معنا هذا الفانيو العجيب اييه اللي الثمن ديالو تيدير 30 درهم حنا تنعطيو غرات والناس اللي تيوصلوا 500 درهم 500 درهم مرحبا والاشاره هذا البانيو هذا راه غابطابل يعني كيكون بحال ما هكا وكيتجمع مازال يعني باش تلقاو بحال ما هكا المولات جوج بياسات ب 60 درهم جوج بياسات 12 ميدريا 12 تكلم على السلام دير ليها 60 درهم جوج بياسات جوج بياسات ب 60 درهم كبير المهم هذا الدائر هذا المربع ياك هذا الدائر 70 درهم تيجي 70 درهم مرحبا كاين المستطيل عاوتاني 60 درهم 12 ميدريا بالنسبه لهاد الطاشين غاتجي ديال جوج بألف ريال درنا ليه راه سونتينه جوج بألف ريال جوج بألف ريال هاد لي كلوش الثمن ديالهم 4000 ريال بالنسبه لهاد لي سوبيريس عبد الواحد هاد الصغيورين طيورين خمسة البياسة خمسة البياسات 1000 ريال حقرك هذا عبد الواحد حقرك الله يلا حقرك خمسة بياسات صراحة زوينين ومخدومين ونتشكر تنشكر الناس اللي تي أدي القسامة الله يرحمها بالنسبة لهاد الكويسات زوينين راه تيديرو 900 ريال السا وهادو تيديرو السا ب 35 درهم السا ب 35 درهم ستة ب 35 درهم يعني باك كامل ديال 12 هذا ب 70 درهم بالنسبة للعطريات 160 درهم جرانيت وكاينة هذه 160 درهم اسمح لي اخويا باش تبان الرؤية أفضل ندوز أنا لزاوية أخرى باش نقدر نشدهم كاملين الله يرضي عليك عاود معايا من هنا ديال الزياشة 160 درهم ديال الزياشة جرانيت هذه 160 درهم هاد ترانسبارو ديال لي فاتا إينوكس 160 درهم ديال العود ب 210 درهم. شحال البياسة؟ فيها تسعود. تسعود اها. وهذه 160 درهم. بالنسبة للأواني بريستيج هذا المجامع أو نبداو بهم من هنايا، نبداو بالمجمعات من هنايا. كاين هاد بورتكاطو الثمن ديالها دي التيرش دير 130 درهم يعني 2600 ريال وكاين هاد الفنايقة تيديرهم 370 درهم بالبلاطو ديالهم 370 درهم بوحدهم 250 درهم اللي بغى بوحدهم 250 درهم في البيض وفي النوار ياك البيض وفي النوار 250 درهم يعني 5000 ريال هاد المجمعات كيف قلتي الصراحه تيجيو زوينين حطها في الطابله ديكور تيديروا 445 درهم وهادو كذلك 445 درهم في السيبورا ديالها 2900 ريال سوا هادو سوا هادو ايضا بالنسبه لي كاج في الدوغي وفي الارجنتي كاين في الكاري وكاين في الروند تيديروا 150 درهم يعني 3000 ريال مرحبا بالنسبه لهاد البورت البورت ماكارون ديال بزاف ديال الحويجات تستعمل تدير 50 درهم اييه 1000 ريال مرحبا بالنسبه للكيسان صراحه واعرين بزاف هادو راه قرابي ساليو لينا تيديروا 100 درهم 6 الكيسان الصراحه زوينين زوينين بزاف
ذكرنا الله يرضي عليك بالنسبه للاثمنه اللي نقصنا فيهم في هذا السبت الحد باش الناس يعرفوا على الجيم وللاشاره مادام ني ذكرت بالنسبه للناس اللي غيعرفوا على الجيم الناس اللي غادي يجيونا من خارج كازا فما عليكم الا تتصلوا بينا او تواصلوا معنا في الرقم ديالنا اللي هو 0692 82 82 02 واكدوا لينا على السلعه اللي مثلا غادا تخصكم باش ما تضربوش التمار على الفاضي كما كنقولوا لكم دائما وابدا اكدوا لي حنا ناكدوا لكم هذيك الساعات لا ديسپونيبيليتي ديال لي زارتيكل اللي خاصينكم ولا كانوا هنا نوفرهم لكم كانوا بعادين راه نوفرهم لكم ماشي مشكل غير علمونا على اتساع ومرحبا بالجميع. بالنسبه للعنوان ديال سيدي البرنوسي اللي هو التقدم بلوك 33 رقم 8 مارشيكا البرنوسي من طبيعه الحال الدار البيضاء. اما بالنسبه للعنوان الاخر ديال سيدي مؤمن فهو سيدي مؤمن جديد شارع بلال رقم المحل 4. بعباره اخرى اللي غادي يمشي للسوق ديال الكرون غادي يسول على مسجد الاحسان غادي يهز راسه فوق الصومعه ديالو حنا المسجد الصومعه ديال المسجد حنا راه كاينين بالاسفل ديال. مرحبا بكم ومرحبا بجميع المتتبعين الاوفياء والكرام مرحبا بالزملاء ديالنا هنايا في جنود الخفاء. اللي بغيت ناكد لكم هو لا ديسپونيبيليتي ديال العجانه ان شاء الله تعالى غدا ان شاء الله كما درنا معكم البارح في الله السابق غدا ان شاء الله تعالى غتجي في لي كولور ديالها وفي لي طاي ديالها وغادي نخليو لكم يعني الثمن اللي هو سعر بواحد شحال 850 درهم باش غتبقى بالنسبه ل 6 يترو اما بالنسبه ل 5 يترو 7 يترو بالنسبه ل 7 يترو اما بالنسبه ل 6 يترو 750 درهم. كونوا في الموعد من هنا حتى الغداء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على امل اللقاء بكم ان شاء الله تعالى بخير وعلى خير. لا نقول وداعا نستعب الواحد بل نقول الى اللقاء دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.